انا كان ممكن اطرده بره اللوكيشن يعني ادي حق. كنا بنصور في اوتيل وكان ممكن اطرده بره بس لانه غير مصري مش مصري فما حبيتش اعمل مشكله. طبعا رنا يوسف بهذا الكلام مسحت الارض حرفيا بنزار الفارس لما حكت انه انا المفروض اني اطرده لكنه لانه مش مصري فانا اتعاملت معه باحترام. المفروض تعامل معي من بلدك افضل من الناس التانيين. عموما مش هذا موضوعنا، لكن شوفوا رد فعل نزار الفارس مع العلم ان هي مسحت في كرامته الارض. شوفوا نزار الفارس لما سالته الكلام اللي حكت لك اياه في اهانه وكلام رانيا اللي بتقوله هل في اهانه لكرامتك؟ لا بالعكس ما في اهانه. دي قالت كانت عايزه ترد بس جاوبتك لا ما في. وقالت انك تجاوز ما في هاله ما هاله هذا كلامه حلو. هنا بس ما ولعت بس ما بتحاول تحكي له من شان الله هي حكت لك انك انت المفروض اطردك وانك انت مش كويس ولا اهل للثقه. لا سبها اغلط عليها. انا نزار بقول لا ابدا ما في هاله لا